الطلب على الذهب رغم ارتفاع أسعاره يوحي وكأن العالم على أعتاب حرب، لكن الإقبال القوي من الأفراد والشركات وحتى البنوك المركزية يقابله سؤال هام: أين سيتم حفظ هذا الذهب بعد شرائه؟ الحقيقة أن حالة تدفق واسعة تقوم بها البنوك بحثا عن أقبية لتخزين ذهب الشركات والدول وحتى ذهب الأفراد. سنغافورة مثلا افتتحت مؤخرا قبوا من 6 طبقات قادر على تخزين 10,000 طن، وبنوك مثل HSBC وبنك جي بي مورغان فتحت أقبية جديدة ليس للذهب فقط بل أيضا للفضة التي تشهد ارتفاعات متتالية. مسألة أخرى هامة وهي أن التوجه العالمي في تغير، فالمستثمرون ينجذبون للاستثمارات الملموسة، أي أنهم يفضلون شراء الذهب والفضة بدلا من الاستثمار بصناديق التداول بالذهب، فالعالم مقبل على الذهب والبنوك تبحث عن خزائن لحفظه.